بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن صخور بركانية مثل ما تلاحظون. طبعا تتميز الصخور البركانية بالانتشار بنسبة كبيرة جدا في الجزيرة العربية، ويعني ممكن تلقاها بنسب كبيرة جدا في المناطق الصحراوية بأحجام ضخمة وأحجام صغيرة أيضا. تتميز هذه الصخور بوجود أيضا نسبة من المعادن الداخلية مثل النحاس وغيرها من المعادن المتواجدة فيها، لكنها يعني نادرة بنسبة بسيطة جدا مثل ما تلاحظون. طبعا هذا نوع من أنواع يعني الأحجار اللي عليها حمرة بنسب بسيطة، ممكن بسبب وجود معدن النحاس أو فلزات أخرى. وأنا أنصح عشاق دراسة يعني الأحجار وأهميتها والنسب المتواجدة فيها من معادن، يدرسون هذه الأحجار ويكثفون البحوث في هذه الأحجار، ممكن تلقون معادن جديدة أيضا مثل ما تلاحظون. وتم دراستها تحت المجهر التشريحي وأخذ عينات، ممكن تلقون أيضا فيها ميكروبات على حسب موقعها، موقع الأحجار. يجب أن نكون يعني حذرين جدا في لمس أي عينة موجودة في البيئة. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.